شكرا لوالد الشهيد ياسين الأستاذ جاسم العصفور، وكما قال الشهداء والمعتقلون هم فخر لنا، فمهما اتهمونا بالإرهاب فنحن شعب السلمية، متهمون نحن بالإرهاب، إن نحن دافعنا عن الوردة والمرأة والقصيدة العصماء وزوقة السماء، عن وطن لم يبق في أرجائه ماء ولا هواء، لم تبق فيه خيمة أو ناقة أو قهوة سوداء، متهمون نحن بالإرهاب، إن نحن دافعنا بكل جرأة عن شعر بلقيس وعن شفاه ميسونة وعن هند وعن دعد وعن لبنى وعن رباب، عن مطر الكحل الذي ينزل كالوحي من الأهداب، لن تجدوا في حوزتي قصيدة سرية أو لغة سرية، وليس عندي أبدا قصيدة واحدة تسير في الشارع وهي ترتدي الحجاب، متهمون نحن بالإرهاب، إذا كتبنا عن بقايا وطن مخلع مفكك مهترئ أشلاؤه تناثرت أشلاء، عن وطن يبحث عن عنوانه وأمة ليس لها أسماء، عن وطن لم يبق من أشعاره العظيمة الأولى سوى قصيدة الخنساء، عن وطن لم يبق في آفاقه حرية حمراء أو زرقاء أو صفاء، عن وطن يمنعنا أن نشتري الجريدة أو نسمع الأنباء. والآن مع كلمة مركز البحرين لحقوق الإنسان تلقيها الأستاذة إيناس عون، فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب في العهد العالمي لحقوق الإنسان كما كتب في جميع المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن حرية الرأي والتعبير مكفولة، وأن حقوق الإنسان مصانة، وإنه يحق لكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة، ويعتبر الحق في حرية الرأي والتعبير حق جوهري في إرساء مفاهيم الدول الديمقراطية. في البحرين ما يقارب من 4000 معتقل سياسي أدينوا جلهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم بطريقة أو بأخرى، وبينما جرمتهم الدولة بتوصيفهم بالعنف تارة وبالإرهاب تارة أخرى بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب أو أعطتهم تهما جنائية لتبعد توصيف معتقلي الرأي عنهم، إلا أن كثيرا من المنظمات الدولية أكدت على أنهم استهدفوا فقط لتعبيرهم عن آرائهم. فلم شيمع، أستاذ عبد الوهاب حسين، المقدادين، شريف، ومن بعدهم نبيل رجب، شيخ علي سلمان، وصولاً لباقي المعتقلين، استهدفوا فقط لتعبيرهم عن آرائهم سلمياً أياً كانت الوسيلة. في الوقت الذي قيدت فيه السلطة كل مظاهر الاحتجاجات السلمية وكل منافذ الحريات، بدءاً بمنع التجمعات أو التظاهرات أو استهداف كل من يحاول التعبير عن رأيه في وسائل التواصل الاجتماعي، ضاقت بذلك مساحة الحرية أكثر فأكثر، فازدادت بذلك وتيرة الاعتقالات حتى وصلت وفق إحصائياتنا ل 1883 حالة اعتقال، من بينها 237 حالة اعتقال لأطفال و 34 امرأة في عام 2015 وحده، وتغلظت الأحكام حتى وصلت لحد إسقاط الجنسيات، فأصبح مجموع من تم إسقاط جنسياتهم 245 حالة منذ بدء الحراك في 2011، وازدادت أحكام الإعدام حتى وصلت لسبعة، منهم اثنان ينتظران توقيع الملك، وجرمت السلطة كل من يحاول استنكار مواقفها السياسية أو يعارضها فيها، فاعتقلت فاضل عباس والسماهيجي وغيرهما، فبدا جلياً أن القبضة الأمنية ستزداد سطوتها وستطال كل من يفكر مجرد تفكير في حقوقه ووضع بلده،
إن حرية الرأي والتعبير في البحرين لا تزال مكبلة، وحقوق الإنسان لا تزال مستهدفة، ولا زالت الانتهاكات تتوالى ضد كل من يحاول أن يعترض على سياسات بلده أو ينتقد نقصان أحد حقوقه. إننا ومن منطلق حقوقي نطالب بالإفراج عن جميع سجناء الرأي وإنهاء كافة الملاحقات التي تستهدف الممارسة السلمية لحق التعبير عن الرأي، ونتمنى أن نستشعر فعلاً أن تكون البحرين واحة لحقوق الإنسان. شكراً.